بسم الله. برنامج الأول بلان بيديني بعض الأدوات في أسفل شاشة العمل بتساعدني في شغلي. يعني على سبيل المثال دوت بيخليني أعمل زوم أول. لو أنا عندي شاشة شغل كتيرة وطوفت مثلا، ده بيعمل زوم أول بحيث أعرف أنا شغال فين. ده بيديني إن أنا أعمل زوم على جزء معين، تمام. ده بيخليني أتحرك من مكان لمكان اهوت بالشكل دوت. ده بيخلينا اعمل ريفريش لو حسيت ان في حاجه هنجت معايا، كان دوست F5 في الويندوز، تمام. ده بيعمل لي زوم اصغر حاجه، ده بيخليها العكس تكبر. الاحظ ان انا كل ما بصغر او اكبر الرقم ده بيتغير. ممكن اقول له انا عايز بالظبط 1:100 مثلا، سكرول ليفت او لفوق. يعني ممكن اقول له انا عايز الناحيه دي شويه ناحيه الشمال، او ممكن انزل كده في سيستم صغير اقول له خليها ناحيه اليمين او فوق وتحت زي ما انت عايز، تمام. الشاشه دي لذيذه قوي. بقول له انا عايز اشوف المبنى من الناحيه ديت، بيسموه عين النسر مثلا، او من هنا او من الناحيه دي، او افقي او راسي زي ما انا عايز، او عايز اشوفها في البلان. ده بيوريني 3 دي فيو. فتبدا بقى تقول له انا عايز الزاويه بتاعتي زاويه العين بتاعتي تبقى كذا، التارجت بوينت النقطه اللي انا هركز عليها تبقى كذا، تمام. او ممكن تختار حاجه ستاندرد، او تبدا تدخل انت الارقام زي ما انت عايز. تمام، هنا ببدأ اتصفح انا المبنى. خلينا نخش في 3 دي مثلا، بالشكل دوت. هنا بتشوف المنظر اللي فات او المنظر اللي بعديه، تبدأ تيجي يمين او تيجي شمال زي ما انت عايز. ممكن انت تسيف او تعمل لود للفيو نفسه. يعني ممكن اقول له سيف للفيو دوت واسميه مثلا 1، تمام، نيو. وهعمل واحد كمان مثلا بعد ما اغير شويه، خلي مثلا في 3 دي مثلا. انت عاجبك الفيو دوت، فهتيجي هتقول له اعمل له واحد جديد، تمام. طيب عايز ان ارجع للفيو الاولاني، اروح مختار واحد اقول له لود، روح محمل لي الفيو اللي انا كنت فيه قبل كده.